كما تابعتم خصصنا هذه الزيارة للوقوف على مدى تقدم التحضيرات الخاصة باحتضان الألعاب المتوسطية وهران 2022. شكلت هذه الزيارة فرصة لإجراء تقييم شامل للمسار التحضيري وانعقاد أشغال المجلس التنفيذي للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكذا معاينة وتيرة إنجاز مختلف المنشآت الرياضية التي تعززت بها حظيرة المنشآت في ولاية وهران. توجت هذه الزيارة بجملة من القرارات والتعليمات التي تنطوي على محورين أساسيين: أولاً جاهزية المنشآت الرياضية، ثانياً تحضير الرياضيين الجزائريين المشاركين في هذه الألعاب. فيما يخص جاهزية المنشآت الرياضية، كما تابعتم سجلنا تطور ملحوظ لتقدم نسبة الأشغال على مستوى المركب الأولمبي منذ الزيارة الأخيرة التي قمنا بها إلى هذه الولاية، وفي هذا الصدد تم اتخاذ قرارات وإصداء تعليمات صارمة بضرورة التقيد بأجال التسليم التي التزمت بها المؤسسة المكلفة بالإنجاز كما يلي: 31 مارس 2021 فيما يخص ملعب كرة القدم، 31 ماي 2021 فيما يخص مضمار ألعاب القوى الذي سيحتضن البطولة الإفريقية لألعاب القوى في شهر جوان المقبل، 30 جوان 2021 فيما يخص القرية المتوسطية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في اقتناء كل التجهيزات الخاصة بالقرية المتوسطية، و 30 سبتمبر 2021 كأقصى أجل لاستلام المركب المائي والقاعة المتعددة الرياضات. كما تم بالمناسبة تنصيب المدير العام لمؤسسة تسيير المركب الأولمبي بعد صدور كل النصوص التنظيمية الخاصة بهذه المؤسسة. فيما يخص المنشآت القديمة ونحن في قصر الرياضات حمو بوتليليس، تم إعادة تأهيل ما لا يقل عن 17 منشأة رياضية بمناسبة الألعاب المتوسطية، على غرار مركب التنس سنتوبر الذي زرناه منذ قليل، قصر رياضات حمو بوتليليس ومركز الفروسية بسانيا. إذن كل هذه المنشآت هي جاهزة وستكون حيز الخدمة في أقرب الأجل الممكن. ثانياً فيما يخص تحضير الرياضيين المشاركين في الألعاب المتوسطية، صحيح أننا نطمح إلى تنظيم محكم لهذه الألعاب بما يليق بصورة الجزائر، لكن في نفس الوقت نطمح إلى تألق رياضيين في هذه المناسبة وإن شاء الله حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات. ولهذا الغرض قمنا مع زميلتي السيدة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة بتمويل برامج التحضيرات الخاصة ب 325 رياضي في مختلف التخصصات، وتشمل هذه البرامج التحضيرية المنح والتعويضات والتأطير الفني والتربصات خارج الوطن. وفي هذا الإطار تم التكفل بالتربصات والدورات التكوينية في الخارج لفائدة أكثر من 200 رياضي في 15 بلد أجنبي حسب التخصصات. في نفس السياق مع زميلتي سيدة كاتب الدولة حلينا مشكل كان يؤرق كثير الرياضيين الجزائريين، وهو مشكل التكوين ومشكل التوظيف في مختلف الأسلاك القطاعية. إذن المشكل تاع لي بوست بيجيتير حليناه نهائيا، وما على رياضيين اليوم إلا العمل والتركيز على التحضيرات والتألق الرياضي في هذه المنافسات. وأخيرا دون إطالة أؤكد على ضرورة إشراك الشباب والمجتمع المدني من بنات وأبناء وهران ومن كل ربوع هذا الوطن الغالي للمشاركة بقوة وتعبئة 10,000 شاب متطوع في تنظيم هذا الاستحقاق الرياضي الهام الذي يتزامن مع حدث لا يقل أهمية في 2022، وهي الذكرى 60 لعيد الاستقلال والشباب. بارك الله فيكم وشكرا. تفضل لوتيرة كل
أشغال المنشآت الرياضية اللي عندها كما شفتوا معنا كل النغيانة ونفيح بتنقول كل المقاييس العالمية. اليوم نقدر نفتخر بهذه المنشآت الرياضية في مدينة وهران الباهية، ونقدر كذلك نفتخر باحتضان الجزائر مثل هذه المناسبات الرياضية العالمية اللي هي ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي راح تكون إن شاء الله في مدينة وهران الباهية في جوان 2022. إذن نجاح هذه الألعاب إن شاء الله راح يكون بالتحضير المحكم لهذه الألعاب، وكذلك بالمنشآت إن شاء الله راح تكون فاتحة أبوابها لكل الرياضيين والأبطال تاع البحر الأبيض المتوسط، وكذلك راح تنجح بالنتائج الإيجابية لفرقنا الوطنية المختلفة. خلينا نقولكم اليوم أنه رغم الظروف الصعبة اللي مرت بها الرياضة الجزائرية بسبب جائحة كورونا، اللي على بالكم أنه الرياضيين توقفوا عن التدريبات تقريباً 8 أشهر، ولكن اليوم الحمد لله كل الفرق الوطنية متواجدة في تربصات سواء داخل الوطن ولا خارجه، كذلك كل النخب الوطنية شاركت الحمد لله في منافسات قارية ودولية، وحتى قدروا يتحصلوا على نتائج إيجابية. كل هذا راه يبشر بالخير، ونحن على أبواب الألعاب الأولمبية إن شاء الله مازال 5 شهور فقط، وكذلك على أبواب البحر الأبيض المتوسط بوهران في 2022 إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.